اليوم المرايا المرايا اليوم المرايا كذا تمام. نتكلم على الأرواح الطاهرة التي حلت بفنائه وجواره وتربته الشريفة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الكرام. في يوم الرب الاثنين ولد نور الهدى ورحمة الله للعالمين. تمام. القصة تقول انه في اليوم اللي اتولد فيه هو اليوم اللي مات فيه. هي دي القصة. يوم الاثنين عبارة عن ولادة وموت في نفس اللحظة. فبتجيك طاقة الحياة في نفس اللحظة. simultaneously بتجيك طاقة ان هناك موت. مدام ادركتي انك موجودة على قيد الحياة ان هناك حياة في نفس اللحظة هناك ادراك بالموت. تمام. فما بالك لما تقعدي يجيكي علم انه بنت عمك واحد من اصحاب اولادها اللي هو زي ابنها يعني الله يرحمه مات. وبعدين قبل ما تنامي الحمد لله يجيكي خبر انه صاحبك عزيز عليكي الله يرحمه ابوه مات. فعادي فتح عندك كل البكجة ها حقت الناس اللي كانوا في حياتك وانتقلوا الى رحمة الله. اللهم استرنا فوق الارض واسترنا تحت الارض واسترنا يوم العرض. فطاقة الكائن لما ينتقل الى تحت التراب يعني بتفضل موجودة فيكي موجودة عندك يا بالذكريات يا بالدي ان اي. يعني واحد زي ابوكي اكيد يعني موجود معاكي طول الوقت. ليش؟ لانه في بضعة من عندك خلاص فهو موجود. جسده هو اللي وراء التراب. تمام. واحدة زي خالتك هدى. تمام. في جزء منها جاكي من امك صحيح. هي في ذاكرة في the memory when she was alive صحيح. تمام. عمتك فاطمة عمتك زين عمتك لبابة ستك هيا خلاص. تمام. now في طاقة الناس اللي ورتهم التراب اللي انت ما شفتيهم او شفتيهم بس قليل خلاص. يعني واحدة زي ستك صفية ام ابوكي فاهمة كيف يعني كنتي عمرك 4 سنين لما وراها التراب. لكن again في جزء منها عندك جاكي من ابوكي خلاص انتهى الموضوع. تمام. غير الذاكرة 4 سنين it's a full time. عندك ذاكرة صوتية عندك ذاكرة انك تشم ريحتها عندك ذاكرة حسيت بقلبها عندك ذاكرة حضنها خلاص. صوتها بقى كان الذاكرة موجود مرتين. مرة انه ابوك كان يسجل لها فاهمة كيف. ومرة انه هي كانت تكلمك قبل ما تموت لما كان عمرك 4 سنين لما تتقابلوا تاخذك في حضنها وتوشوش تقول لك شوية كلام خلاص. كل ده تسجل عندك. فالطاقة دي
موجودة، ريحتها، حضنها، إحساس القلب، هكذا. كل ده اسمه طاقة الذاكرة، تمام؟ ده غير مختلف تماما عن الطاقة الحقيقية الدي ان ايه المادية اللي جاتك عندك عن طريق أبوك، لأنه الإكس الأبوك الداك هي واخدها من أمه صفية، خلاص؟ ففي إكس صفية جاتك، فانتهى الموضوع، كونتك يا بنتي من ذكر وأنثى، في إكس من الأب في إكس من الأم، هذه هي الأنثى فيميل، تمام؟ عمتك فاطمة دي قصة طويلة عريضة، عندك منها بوكجة كبيرة عشان كنتي 21 لما ماتت، وقصتها حلوة وحضنها حلو كل حاجة، تمام؟ عمتك لبابة برضو اللي فسحتك في اسكندرية واللي غنجتك ودتك الملاهي وكانت يعني بتدافع عنك وتراعيك، يعني فاهمة؟ ستك هيا، أوكي، نفس الشيء، تمام. عمتك زين، عاد يعني طاقتها ميكس من الألم والفرح، it's okay, that's life، لكن كل دول طاقتهم موجودة عندك، خلاص. فإحنا بنتكلم عن الناس اللي أنت ما عمرك شفتيهم، زي عم مريم عمة أبوك وأمك، خلاص، زي خالتك نوال أخت أمك اللي أنت ما عمرك شفتيها، هذه اسمها ذاكرة إنه حكولك عنها، فاهمة كيف؟ في ناس شفتي صورهم تصوروا، في ناس اتهرج قالوا قصتهم وسمعتيها فتسجلت عندك، فعندك طاقة منهم، غير انه حكاية انه امك وابوك اولاد عم، ففي جزء من الضفيرة من الكوكتيل جاء عندك سموير، يا عن طريق الام يا عن طريق الاب. المهم الشاهد، استقبال الطاقات دي you're going to realize that they are here with you، لكن physically اللي هو ماديا يعني لا انت شايفتهم ولا انت سمعتهم، لكن حاسة انهم موجودين. ما في اثبات علمي للكلام ده، يا مش science, right? You don't have a physical scientific proof. لكن بما انك حسيتي that's proof enough for you انك تصدقي. ما كذب الفؤاد ما رأى. Right? تمام. ف كل دي طاقات الحمد لله، الرزق مش في المشهد، خلاص.
عشان ترجعي الحق لصاحبه. خلقتي علشان تذكري اللي خلقي. خلاص؟ ناو في قصص طول الوقت، في قصص، وطول ما رجلك بتدب على الأرض بتجيكي طاقة من الأرض، كل ما يدك بتتحرك بتجيكي طاقة من الهواء، من الملمس، من الحركة. أي حركة في الدنيا دي ها بتعمل طاقة، تمام؟ الحركة في حد ذاتها مسافة من ألف لب بتكون طاقة. خلاص؟ تمام. انت شايفة الحركة ومبسوطة بيها، رحتي للمتحرك قلتي له مين اللي حركك؟ فقال لك اللي خلقني. فانت عندك إدراك بالحركة، فبالتالي لازم على طول تذكري المحرك الفاعل. لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. وهذا الشهر الكريم وداخلين على عرفة أهو. خلاص لبيك اللهم لبيك، ما فيها حاجة تقعدي تديك ريكوجنايز انه اذا تكتب لك انك فيزيكلي تكوني في عرفة، هذا نعمة من الله. وما تكتب لك you just be it. انت فاهمة؟ especially you have so many memories of what عرفة is. So you know the location, you know the يعني إيش تسوي يوم عرفة. قل الله أحد، ها ياسين، تقعدي تحمد الله وتشكري فضله، يعني فهمك. حتى لو أنت فوق السرير it's okay، هذا برضو نعمل إنه إيش لما نستطاع إليه السبيل، تمام؟ فإحنا في الشهر الكريم، آخر شهر في السنة، شهر محرم من أشهر الحرم يعني. وبعدين دخلين على عرفة، وأصلا اليوم اثنين، فيعني اللهم صل على سيدنا محمد وتكبري وتهللي وإيش قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وانت بتلعبي وانت مسدوحة وانت بتتحركي وانت بتاكلي كل ده اعملي right؟ علشان يحدث الآن. أما بنعمة ربك فحدث، فحديث النعمة الحمد، شنك من أمة سيدي محمد، تمام؟